ولا عارفين آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايق، واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره، تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. عشان يحرس المغلق بالذات. انا اللي قلقني دلوقتي حاجه تانية خالص، انهم لقيوا الباب بتاع المخزن السري مفتوح، يعني ولاد الفرطوسه دول كانوا عارفين مكانه. بس كده يبقى اللي عمل العمله السودا دي واحد مش غريب، يكونش واد من صبيانك يا حاج. لا 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 بيجا، صبياني ايه؟ صبياني لا يمكن، ده انا مربيهم ولا يمكن حد فيهم يفكر يخني ابدا. وبعدين دول الحمد لله كلهم عينيهم مليانه. امال مين بس اللي هيعمل كده؟ انا متهيألي انها البت ورده، خصوصا ان الغفير قال قبل ما يغمى عليه انه شاف خيالات ثلاثه، يبقى اكيد هي ورده واخواتها الاثنين. ورده يا بنت المزغوده، وقصدها ايه من العملة دي؟ ايه عايزة تحرق قلبنا يعني؟ لا 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 تحرق قلبنا ايه؟ اكيد هم كانوا فاكرين ان المخزن مليان بضاعة، فمؤكد كانوا عايزين يسرقوا البضاعة دي. نحمد ربنا ان المكتب سليم والنار ما طلقوش. اسمعنا برعي، انا ماليش غيرك، انت عارف انا مسميك برعي قلب الاسد. أنا عايز الحريقة دي ولكنها حصلت. المغلق يرجع زي ما كان، الحيطان زي ما كانت، خشب جديد نوفي، مفهوم؟ مفهوم يا حاج. أنا مش قادر أصدق، ما البنت وردة تعمل كده؟ ليه ما تعملهاش؟ دي بنت شطانة وتعملها. وبعدين هي الوحيدة اللي كانت عارفة المخزن السري. جا
جايز تقول لي الصبيان عارفين. الصبيان لا، الصبيان متأكدين ان المغزى كان فاضي. عندك حق يا حاج، لان الصبيان فعلا هم اللي شايلين بضاعة بايديهم. لو كلامك ده مظبوط معناه ان وردة مش هتسكت. تعمل اللي تقدر عليه، متقدرش على حاجة. سيبك من كلام الفرق ده بقى، المهم انت امتى هتاخد عروستك وتسافر؟ هنروح فين بس يا حاج؟ بصراحة كده الشغل اهم، والبيت كمان مهم. الراجل الجدع لازم يكون مهم في الشغل وبيته كمان. الله عليك يا حاج، خد من الحاج واستفيد من غير ما تقول يا برا. انا اتعلمت من الحاج حاجات كتيرة قوي. كله تمام يا حاج. خلاص بقى، يشوفوا لهم خيمه ولا خص يعيشوا فيه. مهم جبت السيره الفتحي. بقول لكم ايه، لو سالونا هتتهموا مين في حرق الشقه، اوعى حد فيكم يقول لعقاد او ابني. يا سلام، امال مين اللي حرق ابويا؟ مين اللي حرق الشقه؟ اسكت انت، لو احنا قلنا كده يبقى احنا اللي حرمناهم من المخزن يا فالح، تبقى واحده قصاد واحده. انا مش فاهم ايه اخره الحرب اللي احنا فيها دي. انا مش عارف احنا هنعيش ازاي بعد كده، احنا بقينا على الحديده. هنعيش زي ما كنا عايشين يا اخي، ايه اللي هيحصل ونشتغل اي شغلانه؟ يلا. هو مش عمي كان طلب منك اننا نسافر نقضي شهر العسل؟ ما احنا في شهر العسل اهو، وانت ناقصك حاجه؟ واحنا هنقضيه هنا؟ انا عايزين اعمل ايه يعني؟ بعدين نبقى نسافر بعدين. طب وبعدين ليه؟ هو انت وراك ايه؟ ورايا شغل، ورايا المغلق، ورايا حالي ومالي. طب ما هو باباك موجود بدالك. بقول لك ايه؟ انا مفيش حد بدالي، ومن هنا ورايح لازم تفهمي حاجه، انا اهم حاجه عندي شغلي. فهماني ولا مش واصل لك؟ يا ابني ما تغلبنيش، اسمع الكلام، خد مراتك وسافر. وبعدين انا مش عايزها تزعل، لان ابوها ممكن يزعل على زعلها، والناس دول عشمانين فينا قوي. انا عايز اطمن على كل حاجه قبل ما اسافر. عايز تطمن على ايه بالظبط يعني؟ ما هو يا حاج يعني ما ينفعش اسيبك في صروف زي دي واسافر. انا عايزك انت اللي تقوم بكل الشغل، وبعدين عايزك تشد العمال، حببهم فيك، خلي كلمتك عندهم اهم من كلمه براعي. حاضر يا حاج، كل حاجه هتمشي زي ما انت عايز. مش زي ما انا عايز، لازم تمشي زي ما انت عايز. واذا احتجت مشوره هتلاقيني، هروح فين؟ طيب انا كنت عايز مراتي بس تتطبع بطبع الاول. يوه، الزوجه ما بتتطبعش بطبع جوزها الا اذا حبته، اذا حست بحنيته. فانت خدها وسافر ووريها اللي عمرها ما شافته، جيب لها كل اللي هي عايزاه. لازم تحس معاك باللي ما حسيتوش مع ابوها وامها، ساعتها هتبقى في طوعك وتتطبع بطبعك وتعمل كل اللي انت عايزه. اسمع الكلام. جالي الكلام يا حميده؟ مش قلتلك ابوكي ما يقدرش يستغنى عني؟ ده انا برعى يا بت. اخوكي خد عروسته وراح يقضي شهر العسل، وانا رجعت اظبط كل حاجه. بكره فتحي يرجع، وعلى راي المثل كانك يا ابو زيت ما غزيت. تقول يا حميده، اخوكي فتحي ده هجاص هالفطع الفاضي، لسه قدامه كتير قوي عبال ما يتعلم. ما تخلصنا منه بقى عشان نرتاح. قصدك ايه؟ ما انت ياما زحت رجاله من قدامك، هو هيفضل يعني واقف لنا زي اللقمه في الزور؟ اعمل معاه زي ما عملت مع الواد قورة وبعته على ابو زعبل. حميدة الكلام ده خطير يا بت. خطير ولا نخرج من المولة بلا حمص؟ ده انت ليك في شغل ابويا كتير، يجي فتحي عالجاهز ويقش كل اللي عالترابيزة. شوف يا بنت الناس، انا ممكن اعمل الموضوع ده بس مع اي حد تاني غير فتح اخوكي. الحاج ابراهيم العقاد تروح عين من عينيه، ولا حد يمس اخوكي فتحي بقشاية. ده انت خايف بقى يا برعي. خايف ومرعوب كمان يا حميده.
حاج ابراهيم العقاد ابوك ده لو بص بعينيه في عين اي حد يفهم الحد اللي قدامه ده عاوز ايه وبيفكر في ايه، وساعتها لو ابوكي عرف اي حاجة ممكن ينسفني من على الارض انا وانتي والعيلين اللي حالتنا. ليه ان شاء الله؟ هو انا مش بنته؟ ومحمد وابراهيم مش هو جدهم؟ اه جدهم، بس ابنه حاجة وولادنا حاجة تانية. الحاج ابراهيم العقادة حميدة يفدي روحه عشان خاطر ابنه. خلاص خليك زي ما انت، زي ما تغطس زي ما تقب، وعلى رأي المثل خد ومتعود على اللطن. شوف يا بنت الناس، فتح اخوك ده عامل زي الايد الواحدة اللي ما تعرفش تسقف، انا بقى برعي الايد التانية اللي هتسقف مع فتحي، يعني اعمل مع فتحي زي ما عملت مع ابوكي، واحنا عايشين والحمد لله. بلاش بلاش الشيطان يركب دماغك يا حميدة. فتحي وحشني قوي يا ابراهيم. يا سلام، طب ما سافرتيش معاه ليه؟ هو وبنت حبيبك واخوكي سابوا شنب ضرخ. هتتمقلس عليا يا حاج؟ مش كفايه يا اخويا حرمني من بنتي؟ انا حابك من بنتك؟ ما انا سامعك تزوريها وتوديها، عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه يا حاج قلبك يحل عشان البنت لما تحب تزورنا تيجي هنا البيت وتدب رجلها وهي مش خايفه. عشان جوزها الاخر يجي معاها يدب وهو مش خايف، ومره ينتهزها فرصه ويحط في ايدينا الحديد. يوه الشر بره وبعيد يا اخويا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو انت السبب، انت الظاهر ناويه تقلبي ليلتك ليله غامه بهيجه. يا ابراهيم انا ام، انا ام يا اخويا وصعبان عليا، البنت محرومه منك ومن خيرك. محرومه مني ده ايه؟ انت بتروحي تزوريها وبتاخدي لها معاكي شيء وشويات وبتديها فلوس كمان على شوية الحلويات اللي أنا بشيلهم لها. يا حاج لو على الفلوس اللي أنت بتديها لها اديها لها، البنت ما بترضاش تمد إيدها ولا تاخد مني ولا مليم. يا سبحان الله، إيه مستغنية يعني؟ لا يا أخويا، البنت صعبان عليها تاخد فلوس من وراك. خلاص يا بهيجة ما تقلبهاش عياط، انتهزي فرصة كل مناسبة كده وخدي لها معاكي حاجة ذهب، بس تكون حاجة غالية قوي. يا حاج ابراهيم هي مروه يا اخويا بيخيل عليها الكلام ده، البنت تعليمها جامد ودماغها ما شاء الله عليها مفتحه وبتفهم كل حاجه. يعني عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا بهيجه؟ اصل في فرح اخوها فتحي اما شفتها بتحضنك وبتبوسك قلبي كان بيتقطع ومش عارفه اداري دمعتي ازاي. هتقلبها لي غم ولا ايه؟ اقسم بالله اسيب لك الحته وهو اتخمت خالص. يا هاني خلصنا. تمام يا معلم. سلام عليكم يا رجاله، ازيك يا ورع عامل ايه؟ اهلا اهلا اهلا، اتوحى عريسنا جميل بالرفاه والبنين ان شاء الله. يا ربنا يخليك يا ورع، عقبال ولادك. طمني. اتبسطت؟ رفعت راسنا؟ خلي بالك العروسه لما تتبسط من جوزها في شهر العسل بس، بعد كده يخش عليها تقول له يا ما انت وحشني. لا ما تقلقش يا ورع، اخوك عمل الواجب وزياده. قول لي هو الحاج هنا مش كده؟ ده فوق من بدري مستنيك. ده انت وحش قوي ووحشني انا كمان. يلا بقى عشان ندور الدولاب. انا جاي عشان اشتغله بس. صباح فل. لسه هتشتغل كده من اولها؟ ماشي يا حلت امك، على الله على الطلق ده يكون غلام. حبيبي الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حاج، وحشتني قوي وحشتني قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيك. قول لي يا ابني انت انبسطت؟ الحمد لله انبسطت قوي. طب خير، ومراتك انبسطت برضو؟ ما هو طبعا لازم تتبسط يا حاج، هي عمرها شافت اللي شافته. خير الحمد لله. بس ايه ده يا ابني، ده انت ما كملتش الشهر. زهقت زهقت قوي، وبصراحه كده يعني نفسي جاي على الشغل. طب الحمد لله الحمد لله على سلامتك. اقعد بقى اقعد، انا عايزك تنتهي. ايه خير؟ شكلك كنت مستنيني. ان شاء الله خير، فعلا كنت مستنيك. في كلمتين مهمين عايز اقولهم لك وتسمعهم كده وتتأنى فيهم. ليه؟ هو في ايه؟ في حاجه حصلت؟ ولحد دلوقتي مفيش حاجه، بس انا خايف يحصل. خير يا حاج؟ انت كده قلقتني، في ايه؟ مفيش قلق ولا حاجه. قول لي الاول انت ايه علاقتك بعلاق جوز اختك؟ كويسه. ايوه كويسه، دي يعني ايه؟
يعني زي اي علاقه اخ بجوز اخته. يعني انت بتشوفه كتير؟ على حسب. هو في ايه يا حاج؟ انت كده بتقلقني اكتر. هو عموما انا عايزك تخف علاقتك بيه شويه وتخف زيارتك ليهم، يعني خلي زيارتك ليهم من حين لحين في المناسبات بس. انا مش فاهم حاجه. انت ناسي ان جوز اختك ده بيشتغل ضابط بوليس، وبعدين بيشتغل في المكافحه، واحنا بنشتغل في حالنا، يعني البعد عنهم احسن، البعد عنهم يخلينا في ضمان. ايوه بس ده بقى خلاص يعني واحد مننا. ايوه مننا بس ما يعرفش حاجه عننا. واحنا هنفضل كده يعني بعاد عن مروه كتير؟ يعني لحد ما يكون الاوان. طب ولسه يا حاج ما انش الاوان ان ابراهيم ابني يرجع؟ ابنك ده ايه؟ في حد عمره سمع ان في راجل وست خلفوا بعد ما اتجوزوا بشهر ولا ثلاث اربع اشهر حتى؟ طيب طب قول لي يا حاج، مفيش اخبار عن ورده بعد ما شقتها اتحرقت؟ يوه ورده وزفت، انا سمعت انهم غاروا وراحوا قعدوا في حته اسمها كوم السمن، وبعدين بيقولوا ان الواد هريد يا اخوها واخوه الاتنين بيشتغلوا صبيان في قهوه وهي بتخدم في البيوت، يعني رجعوا لاصلهم. ورده ام ابن انا تشتغل خدامه؟ ام ابنك ده ايه؟ يا ابني ام ابنك هي اللي مكتوب اسمها جنب اسمك في الكتاب اللي احنا كتبناه عند المأذون. ايوه يا حاج بس ورده هي امه حسب شرع ربنا. يا ابني امه هي الهانم بنت عبد المنعم بيه ابو شنب، مش يبقى ابن الزفته ورده بنت بشاندي المعفن. ده حلو يا بتاعي يا غزال، ايه الجمال ده؟ قشطه. ورده ورده بنت ورده، بنت ورده. عايز ايه يا سالم؟ ايه اللي معاكي ده؟ خضار ولحم ومش بطاعنا. اوعدنا يا رب. انا مش عارف ليه يا رب مش عايز تفرجها علينا زي ما فرجتها قبل كده، هي ليه سودة مع الواحد كده؟ ادوكش. ايوه الناس انسعرت ولا ايه يا دوكش؟ ده كل واحد عنده مخزن يجي لك بعد شهر ولا اتنين يقول لك الدنيا غليت والحياه بقى فيها مخاطره، زود لنا المعلوم. شغلانه بقت تقرف. انت تشوف لك حد من اهل الغلابه دول اللي عينهم مكسوره وخازن بضاعتك عندهم، دول لو غمستهم باي حاجه هيدقوا لك ابو النواس. منين بس يا دوكش؟ ما انت عارف البير وغطاه، عندك الواد هريدي واخوه جربهم. لا دول عضمهم طري وما يدمنوش. ليه يعني؟ مش سلواهم يا دوكش. الله ما تنساش دول جداد في الحي. يا ريان ابو النواس شد حيلك عليهم شويه يا عم، دول رجالتك. رجالتي وهتقول لي فطامه؟ هقول لك خايف افطمهم ما يردوش وجروا رجل البوليس. ليه بقى؟ الله اجروا رجل البوليس ليه يا عم؟ يخافوا يا دوكش من عمليه زي دي شممهم ريحه الفلوس وهم قلبهم يبقى حديد، وبعدين دول بعيد عن اي شبهه. طب والبنت اختهم دي مراخيرها في السما مش عاجبها حد في كوم السمنه خالص. يا عم دي غلبانه ومتلطمه في الخدمه في البيوت، على الاقل لو القرش جرى في ايديهم هتقعد في بيتها وما تمرمطش. الله انا جرجرهم في الكلام كده واشوف ميتهم ايه. انا عن نفسي موافقه ما عنديش مانع، بس المهم هيدفع كام؟ انا معاك يا ورده يا اختي، المهم القبيل. يا اخوانا يا اخوانا الشغلانه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي شغلانه خطره جدا، اقل حاجه فيها تأبيده ما كانتش اعداد. تف من بوقك يا وانا، فلا الله ولا فالك. ولعلمك بقى انا سمعت ان في ناس كتير قوي في المنطقه هنا بيشتغلوا في نفس الشغلانه. وبعدين يعني انت يعني يا عم هريد يعني عجبك العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ ايه يا عم عايزين نقب على وش الدنيا، نفسنا ناكل لحمه زينا زي الناس. خلاص الواحد معدته اتهرت من الفول والطعميه. انا عندي فكره. فكرتي يا ورده؟ احنا ما ناخدش منه فلوس. ايه يا اختي حد يرفض النعمه برجليه؟ افهم بس يا ولا، هناخد منه بضاعه. هقول اول ما تشطحي تنطحي مش هيوافق. ان شاء الله عنه موافق يا اخوي، يروح في 60 داهيه ويجي مليون غيره. طب وهنعمل ايه بالبضاعه دي يا اختي؟ هنتاجر ونبيع ونشتري. يا نهارك اسود ونيجر.
مقفوله ورده عشان على اخر الزمن نتاجر في المخاطرات. ما احنا بنخزن يا اخويا، ده سخم ودل. اقول لك ايه، اذا كنا هنسمع كلام الراجل اللي اسمه ابو النواس ده يبقى ناخد فلوسه وخلاص. لا، انتوا عايزين تقبوا لفوق ولا نفضل طول عمرنا عايشين في البدرون؟ اسمعوا، من هنا ورايح اللي اقوله هو اللي هيمشي. هات جوز جنيهات يا ولا. معيش يا اختي، ما انت عارفه اللي فيها. اوعى ايدك، هات. ماشي، ما يغنوش عليك. مين البت اللي كانت واقفه مع صبايك دي يا ابو النواس؟ دي البت ورده اخته. اسمها ورده؟ اسم على مسمى صحيح. ايه؟ في عينك منها بيوم ولا ايه؟ بصراحه البت تستاهل. سيبك منها، دي بت شالها وصانها طويل وبتشاكل طوب الارض. يعني ايه؟ ملهاش سكه. سكه ايه بس يا حاج بيوم؟ ده انت متجوز لغايه دلوقتي جي 8 نسوان، انت ايه؟ ما بتشبعش؟ ايوه الله، بس ما فيش حد منهم على ذمتي. وانا بصراحه ربنا بقى ما احبش انام وفرشتي فاضيه، لا دم جيبي مليان، فرشه تبقى فاضيه ليه؟ وعلى راي المثل الجزار ما يخافش من كتر الغنم. طب سيبك بقى من سيره النسوان دي ونتكلم في الجد. هو في احلى من سيره النسوان يا عم؟ فضها صيره بقى. القصد، انت ناوي تشتري البيت ده ولا مالكش شوق فيه؟ قلت لك هشتريه، بس اخلص الاول من البيت اللي انا ببنيه واسكنه. قال لي قول لي هي ساكنه فين؟ هي مين دي؟ البيت اللي عليها الكلام، اخت صبيك. ما قلت لك سيبك منها يا بيومي. الله، يعني انت غير وجع قلب؟ يعني انت عاجبك حالي كده ارجع البيت ما لاقيش فيه حد ولا حد يقول لي رحت فين ولا جيت منين؟ يا بيومي دي مش من دوره، ده انت لو كنت بتخلف كنت زمانك خلفت اكبر منها. انت عايزنا اتجوز العجوزه ليه؟ ده الوظويز بيرد الروح، الوظوظه ترجعك شباب تاني. ما قلت لك يا بيومي شيل على قد، انت مش قدهم، انت راجل مقاول كبير على سنه ورمح. شوف لك واحده كده من دورك تصونك وتصون شرفك وتحافظ لك على القرشين اللي انت شايب بيهم. انت شايف كده يعني يا ابو نواس؟ امال انت فاكر ايه؟ خدها مني نصيحه يا صاحبي، الجواز من الصغيرين قله قيمه وبهدله، وعلى راي الليل ايش يعمل الترقيع في التوب الدايب. زهقانه يا ماما طول النهار والليل وانا قاعده لوحدي. امال جوزك فين؟ جوزي ده كل يوم يرجع ياكل اذا كان جعان، وبعدين يدخل يريح شوية ويقوم يلبس ويخرج. طب انتي ما بتخرجيش معاه ليه؟ اخرج معاه ازاي؟ ده انا كل ما اطلب منه كده يقول انا رايح اقابل ناس في شغل. يا حبيبتي انتي بتنسي انك متجوزة رجل اعمال، يعني المفروض تروحي معاه مكان ما هو رايح. هو اصحابه اللي بيقابلهم دول مش اكيد كل واحد بيجي معاه مراته؟ يا بنتي روحي معاه، افهميني كويس، اتنصحي بقى، ما تبقيش عبيطة وهبلة. يا بنتي خلاص، محدش ضامن الحياة من الموت، صدقيني يا بنتي. ريحي يا ستي، بلاش ضايق واضطهاقه في عيشته. الله، دول ناس ولاد بلد، ما هماش ولاد زواج زي ده، يعني طباعهم غير طباعنا يا ميسه يا بنتي. ومال؟ ما لو بنتك ناصحه وشاطره كانت اتطبعت بطباعه وكانت عرفته على اصحابها الكبار اللي من عائلات كبيره. ما انا بصراحه كنت عايزه اعمل كده، بس هو مش مديني فرصه. اوعي يا ميسه تسمعي كلام ماما وتعرفيه بصحبها، لا، احسن يا بنتي واحده فيهم تلف عليه وتلهفه مني. يعني خلاص ما فيش في جماله؟ انا شايفه ان شكله عادي. مش مهم شكله يا عبيط، المهم فلوسه. ابوها عنده فلوس مش عند اي حد تاني. مش للدرجه دي يا بابا، البلد مليانه ناس اغنياء. لا للدرجه دي يا ميسة، افهمي الكلام اللي انا بقوله لك كويس قوي. انا عارف انا بقول ايه. كلام ابوكي مظبوط يا بنتي، حلقي عليه واللي تقدري تاخديه منه خديه. هو بصراحه ما بيبخلش عليا باي حاجه بطلبها منه. خلاص، يبقى انت عايزه منه ايه تاني؟ ايه الغباوه دي؟ المعلومه عند معلم ابو نواس. اداني 50 جنيه، جبت كيلو لحمه وادي الباقي اهو. ليه؟ احنا مش اتفقنا هناخد من عنده بضاعه؟ ايوه، انا بصراحه خوف. خفت ولا نفسك هفتك على اللحمه يا اخوي؟ يعني انت اللي نفسك ما هفتكش على اللحمه؟ مالكم انتوا الاثنين مهوفين عليها كده ليه؟ ما انا قلت لكم نجوع النهارده وبكره يبقى قلبنا فلوس قد كده اهو،
بدل ما ناكل لحمه ناكل ديك رومي. قولي لي كده واحده يا اختي، انت خلاص يعني دماغك تربست على الشغلانه اللي تودي اللومان دي؟ ايوه، اللي يتعلم ما يخافش يا هريدي. خلاص يا اخوانا، خلاص يا اخوانا، استهدوا بالله. المهم ان احنا الليله دي ناكل اللحمه هريدي، ها، وبعد كده نخزن وناخد عرقنا بضاعه. ماشي يا هريدي؟ ايوه. طب افرضوا ابو النواس ما وافقش؟ طز فيه، يجي غيره. المهم يا حبيبتي، احنا بعد ما نخزن البضاعه هنبيعها ازاي؟ انا حتى اصلكوا على الزباين، هو احنا هنغلب. مساء الفل يا عسل انت يا جميل. اللي اخرك كل ده؟ عقبال ما خلصت من الهم اللي عندي. مراتك؟ هو في حد بينكد عليا غيرها؟ انت ما كانش ليك في الجواز يا توح. الله يسامح ابويا، الله يسامحك يا ابويا، الله يسامحك. انا محضره لك كل حاجه. اه، هو ده بقى الكلام المبذور. لا استني بس، ده ناقص اهم حاجه. الشيشه، ما انت عارف ماليش فيها يا قلبي. ده الكلام بقى اللي مش موزون. الله يمسيك بالخير يا واد يا سالم. طب ايه رايك بقى ان الواد سالم ده كان حريف في الحاجات دي؟ يلا مش مشكله. ايه رايك بقى انا اللي هطعم وانا اللي هبكر وانا اللي هكرس وانا اللي هولع وانا اللي هشعلل كمان؟ يا لهوي، ده انت كده نفسك هيتقطع. خد كاس احسن. يا دي الخمر، هبقى سلك زوري بشفطتين. المهم دلوقتي انا عايز اتسلطن. بقول لك ايه يا جميل، ما تقوم ترقص بقى. مالك جاي النهارده متشمر ومتعازم كده؟ عايز انسى. تنسى ايه يا قلبي؟ لا، دي مواضيع كتيرة طول شرحها. عارفة يا سوزي، انت الوحيدة اللي دمتيلي. تسلم لي يا روحي، اقعد هنا انت بقى وانا الليلة جريتك. طيب اقوم بقى اجيب الشيشة. اقعد بس الاول وخد كاسك وروق، وانا هجيب لك كل حاجة لحد عندك. مش بقولك انت اللي فهماني؟ هو الحقيقة مش انت لوحدك، يعني انت والنسوان الخواجات. مين دول بقى النسوان الخواجات؟ لا 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 لا، ده موضوع بقى طول شرحه، هبقى احكي لك عليه وانا وانت بنمزمز في الكاس. يلا يلا بقى. هو مين اللي كان قاعد النهارده جنب المعلم ابو نواس؟ قصدك على مين؟ ما اللي بيقعدوا جنب ابو نواس كتير. كنش قصدك الدكش؟ لا يا ولد، ما انا الدكش عارفاه. اه، يبقى قصدك على المعلم بيوم المقاول. ومش اي مقاول يا ورده، مش اي مقاول، ده على قلبه الفلوس بالزوفه. شفتيه امتى يا بت؟ شفته النهارده قدام القهوه وانا بتكلم معاك. طب وايه ماله؟ مضايقك في ايه؟ انا كل اللي اعرفه عنه انه راجل في حاله. اصل يعني النهارده يا اخويا كان عمال يبص لي كده بصات غريبه من فوق لتحت. لعلمكم بقى انا كنت هشتمه. انت عايزه تشكل طوب الارض يا ورده؟ يا ورده افهمي بقى، احنا مش قد الناس دول. احنا اغراب وبنقول حته دارينا. يا حته دارينا ليه يا اخويا؟ عاملين عامله ومستخبيين منها؟ احنا على عينك يا تاجر اهو، ومحدش كسر عينينا. خلاص ما تبقيش تهوي من حته القهوه. هو الراجل ده بيجي هنا من امتى؟ اللي اعرفه ان ابو نواس بيجر رجله عشان يبيع له البيت اللي هده الجمعه اللي فاتت. طيب لما تشوفه تاني بقى قول له ما يبصليش البصات دي احسن. لا اله الا الله، هو الراجل كان جسدك على طرف؟ طب ايه رايك بقى ان الراجل ده لو بص لك تاني يا ورده انا هقطع رقبتك. اهو اهو، شفت يا ست ورده؟ عاجبك كده يا اختي؟ عاجبك كده؟ يا ورده يا ورده حرام عليك، احنا هنا ملناش عزوه، والحته اللي احنا فيها دي لابس زي ما انتوا شايفين يا اخوانا. يلا يلا اختي، استهدي بالله كده واعمل لنا العشاء عشان ناكل ونتخانق. انت مالك يا اخويا؟ مش هيقول لنا كلمه ليه؟ خايف عليكوا يا ورده. ما انا برضه مهما كان اخوكوا الكبير وانتوا مسؤولين مني. انت مش بتقول ان الراجل المقاول ده طيب وعلى نياته؟ ايه اللي مخوفك بقى؟ خايف تجر شاكل يا ورده. معلش يا ورده يا اختي، حقيقي الدنيا دي دواره. بعد ما كنا بنقعد على السفره زينا زي ولاد الزوات وبناكل احلى اكل، دلوقتي ملمومين على الطبليه زينا زي الفيران. معلش يا واد يا سيد، هي الدنيا كده، يوم في العالي ويوم في الواطي. بس ورحمه ابويا لبكره عايشكوا عيشه عليوي قوي، احسن من اللي كان معايشها لنا ابن العقاد. متشكرين قوي يا حاج على الغدوه الجميله دي. انتوا شرفتونا يا سعاده الباشا. غدوه ايه؟ هو انتوا كلتوا حاجه يا ابو شنب بيه يا اخويا؟ ده انتوا كلتوا نص بطني يا دوب. لا لا مش ممكن يا بهيجه هانم، ده انا كده محتاجه اخد كل ادويه الهضم. ده كلام، ده انتوا كمان لسه لا اكلتوا الفاكهه ولا حليتوا بالبسبوسه وبالكنافه. لا لا مش ممكن ابدا، انت تقدر يا عبد المنعم؟ لا انا ما اقدرش، ما اقدرش ازعل الحاج ابدا. ربنا يكرمك. على كل حال
احنا ناخد نفسنا شوية وبعدين نخش على الحلو. وإيه كان على الأدوية؟ أنا جايب معايا من بره أدوية تهضم الزلط. كان نفسي فتحي وميسة يبقوا معانا على الأكل، بس يلا بقى، قالوا لي إن هما معزومين عند ناس أصحابهم. لا بالمناسبة يا حاج، هو فتحي كل شغله بالليل؟ والله الحقيقة مش دايما يعني، إنما عشان إيه السؤال ده سعادة الباشا؟ لا أبدا، أصل ميسة بنتي قالت لي إنه بيخرج طول الليل وما بيرجعش غير وش الفجر، وبيسيبها قاعدة لوحدها في البيت. لا دي حاجة ما تخلصش، ده شيء ما يرضينيش أبدا. على كل حالة سعادة الباشا، أنا مستعد أشيل عنه شوية. هي أكيد طبعا يا حاج بتقول كده عشان بتحبه. طبعا يا أختي طبعا، ربنا يهدي سرهم، هي الوحدة يسعدها إيه غير وناس جوزها وهي معاه. على كل حال يا باشا، الحكاية دي مش هتتكرر تاني، سيبوني وأنا إن شاء الله هتصرف. ملك يا قلب، مزاجك الليلة مشروف. في موضوع كده مش موزون مضايقني شوية. معاش اللي يضايقك، موضوع إيه؟ بسمع يا بنت الحلال، أنا راجل جدع ومحبش الست اللي معايا ولا ترقص ولا جسمها يبل حد، يعني موضوع رقصك في الكبرهات ده أنا مش عايزه. بس أنا ليك لوحدك، وعمري ما حد هيلمسني غيرك ولا هبص لحد تاني غيرك، وياريت نفضل كده على طول. على رأي غنوة عبد الحليم حافظ، أنا لك على طول، خليك لي. ولا على طول ولا على عرض، أنا قلتلك اللي عندي، أنا مش عايزك ترقصي لحد غيري. لو عايزة ترقصي رقصينا، رقصينا أنا لوحدي. هو أول ما تزهق مني وعينك تزوغ على واحدة تانية تقولي أمك في العش ولا طارت، ومد أنا إيدي للناس وأقول لله يا محسنين، مش هو ده اللي هيحصل؟ جرى يا بت؟ أنت في حد قالك إن فتح العقاد ده راجل ندل؟ طب إيه رأيك بقى اللي أنا من بكرة الصبح هفتح لك حساب في البنك؟ أنا من أول ما عرفتك وأنا بقول عليك أبو الشهامة والمجدع. طب بدام كده ما تقومي بقى تشغلي لنا مزيكا وترقصي لي الرقصة بتاعتي، بتاعت أنا وبس. بس كده؟ ده أنت تؤمر يا قلبي. ما تروح تفتح. قلت ليه والعيال الورش؟ انا مش عايز اركز غير معاك انت يا جميل. يلا. لا هيفضلوا يرنوا كده؟ طب ما يرنوا، ايه المشكله يعني؟ يلا بقى. مين بيخبط بالشكل ده؟ مش معقول يكون الشلل. يا ستي تلاقيه حد غلط في باب الشقه ولا حاجه، ايه الفصلان ده؟ انت اتفطرت ولا ايه يا قلبي؟ في حد يبقى غلطان في الشقه يخبط بالشكل ده؟ امال عايزة ايه خبطت ازاي يعني؟ لا قوم بقى، انا ابتديت اتلغش، قوم شوف مين. مين ده؟ انا؟ انا قوم افتح؟ لا 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 لا، روح انت افتح، ولو حد سأل عليا قولي له ان انا مش هنا، انا هناك. الله يقل مزاجك، يلا تتخبط. ما هو اصل اهو ايه واصل ايه؟ وبعدين مالك مش قادر تصلب طولك كده ليه؟ اصله دقل في الهباب اللي هو بيشربه ده. انكتم انتي؟ انكتم؟ وانا عملت ايه يا حاج؟ يا بنتي مش عايز قلب الدماغ، قول امشي وشوفي قرشين ايه اللي انت عايزاهم وانا ارميهم لك. بابا يا سوزي،
اسكت انت، انت حسابك معايا بعدين. لا، هو انت فاكرني ايه يا حاج؟ بنت، خدي بعضك وامشي دلوقتي، امشي، وياك اسمع انك اتصلت بيه تاني. على ايه ده كله؟ هو انا يعني اللي بضربه على ايده؟ ما هو اللي ما بيستريحش غير معايا، حتى اسألني. يا بنتي عيب، عيب، ده راجل متجوز ومراته اولى بيه. امال يعني بيحبني ومتشحتف عليا ليه يا حاج؟ ما انت عارفه كويس انت ايه؟ لا يا قلبي، ده انا سوزي الرقاصه على سن ورمح اللي مصر كلها عارفاه، ومفيش راجل في البلد دي ما يتمناش رضاي. بص يا بت، انا جبتها لك من الاخر، شوف انت عايزه كام وانا هرميهم لك. وبعدين بيكلميني في التليفون في النمره اللي بتكلمي فيها. عاجبك اللي بيقول ابوك ده يا فتحي؟ عاجبك انه يهزقني كده ويبعتر كرامتي؟ يوه، مش وقته يا سوزي، يلا مع السلامه انت دلوقتي. مع السلامه. مش مع السلامه دلوقتي، مع السلامه على طول. خلاص خلصنا. هو انت يعني بتطردني من الجنه؟ بس اياك بقى بعد كده المحروس ابنك يجي يترجاني عشان اصالحه وارجع له. عن اذنك يا حاجه غير هدومي يا راجل الاخلاق والاصول. ولد بقى ده منظر واحد متجوز جديد، وبعدين يا ريتها احلى من مراتك. ما هو اصلا اعرفها قبل ما اتجوز يا حاج. يا سلام، ويا ترى بنت بشان دي كانت بتسمح لك تسهر كده دلوقتي؟ السيره دي بس يا ابويا. ولا الكونتراتو بتاع الشقه دي فين؟ بكره عايز الكونتراتو ده يكون عندي، ومش عايز اسمع انك بتتصرمح بره بيتك ليلاتي. الراجل الجدع بصحيح ياخد باله من طلبات بيته، ما يخليش مراته تحس انها محتاجه لحاجه ابدا. يا ابني لازم تعرف انك متجوز بنت واحد من كبارات البلد، يعني اللي بتعمله ده عيب، عيب. وبعدين انت خلاص بقيت معروف والعين عليك، والراجل ابوها ده يعرف كل حاجه عننا، فاحنا مش عايزين ويزعل مننا. مفهوم ده دلوقتي ولا لا؟ ابراهيم الصغير. لا، ان كان على ابراهيم بقى اصطبري شويه، لها شهرين كمان هو يدوب يبقى ابنك داخل على 7 شهر جواز، ساعتها ممكن نجيب الوقت هنا ونشيع في البطنيه كلها ان فتحي يخلف. يا ريت يا حاج، بس ازاي؟ الخوف لحسن برعي، ولا بنت من بناتك يجوا هنا يا اخويا ويشوفوا الواد هيعرفوا ان هو مش ابن مايسة. والله عندك حق في دي كمان. خلاص سيبه بقى في بيت ابوه كمان كم شهر كده يتربى لغايه ما يكبر شويه. يا ريت يا اخويا. ده انا منى عيني، الواد الصغير اتربى في حضن ابوه، بس مين يضمن البت مراته دي يبقى قلبها حنين؟ دي زي ما انت شايف كده نحنوحه ودلوعه، لا تعرف تربي ولا تعرف تدادي. وقال على رأي المثل، لكل من نفخت طبخت. أنا خايفة قوي يا حاج إبراهيم هالواد. خايفة إيه بس؟ وإيه نفخت ولبخت ما تخافيش، أنا موجود. أنا مش معقول هسيب بابا هيجي علشان يتبهدل. طب هتعمل إيه بس؟ إيه بنعمل بيه؟ يا صباح الخيرات، ربنا يبارك في سعادتك، كلهم بخير بيبوسوا إيديك.
أنا كنت طمعان إن أعرض على سعادتك موضوع كده. لا والله ما ينفعش في التليفون. أيوة، لكن إزاي يا حاج تخبي عننا موضوع زي ده؟ بقى فتحي كان متجوز ومخلف كمان. سعادة الباشا بصراحة ربنا ما جاتش فرصة، بس إنما ده أصله عادي. ياما في ناس في الدنيا بتتجوز وبعدين تطلق ترجع تتجوز تاني وبعدين يعني حاجات زي كده هكذا دواليك. أيوة يا حاج، بس كان لازم إحنا نبقى عارفين، وكمان البنت كانت لازم تبقى عارفة. أنا بصراحة مش عارف هي هتعمل إيه لما تعرف. البركة في سعادتك، أملنا في الكبير. كلمتين من معاليك تلين دماغها. طب وامها يا حاج؟ أكيد لما هتعرف الموضوع هتقول إن مفيش أمان لعيشة ميسة مع فتحي. ما هو اللي يطلق مرة يا حاج يطلق التانية. لا لا لا، ما عندناش حاجات من دي. إحنا ما نقبلش كده أبدا. بضمانت أنا سعادة الباشا. لا، اللي زي فتحي ابنك ده يا حاج ملوش ضمان. لا، أنا بصراحة لازم أأمن مستقبل بنتي مع ابنك. طيب أنا كان ممكن أعمل إيه بس يا سعادة الباشا؟ ما هو العيل الصغير الغلبان ده لازم يتربى في حضن أبوه. إحنا مش في الواد دلوقتي يا حاج، إحنا في مستقبل بنتي ميسة. بصراحة أنا لازم أأمن مستقبلها مع ابنك. اللي تشوفه يا سعادة الباشا، أنت بس أشر كده هيبقى أمر ننفذه فورا. أنا بقول يعني فتحي يحط لها مبلغ باسمها في البنك. تحت أمر سعادتك. مطلوب كام يا سعادة الباشا؟ نقول زي المهر، جزء أرانب وربع أرنب من عندنا كمان فيهم. أنا تحت الأمر يا سعادة الباشا. ما تأخذنيش يا حاج، أنا بتكلم كأب يعني خايف على مستقبل بنته. طبعا أنا فاهم، ده هو ده كلام العدل والحق. ده أنت يا سعادة الباشا رجل الحق والعدل. يلا يا بنتي يا ودني الأرنب، أنت هاتي البسبوسة والكنافة. أنا وراك يا أستاذ بهية، وراك. يا ألف أهلا وسهلا، يا مليون خطوة عزيزة، يا أستاذة وبشانب بيه أخوي. تسلم إيدك يا حاج. البسبوسة يا حاج. اتفضل يا بيه. شكرا يا بنتي. يلا بنتي تاكل. حاضر يا أستاذ بهيج. بالمناسبة يا حاج، هو الواد عمره قد إيه دلوقتي؟ والله يا ست أم فتحي، الواد الصغير ده بقى قد إيه دلوقتي؟ يجي اخويا كده 7 أشهر الا كام يوم. ما تقدمي حاجه لسعاده الباشا. لا مؤاخذه، حاضر. عينيا الاثنين. منورنا يا باشا. ربنا يخليكي، تعبناكي معانا النهارده يا ست مفتحي. عيب ما تقولش كده، تعبك راح. 7 أشهر، 7 أشهر. طب ايه رايك بقى يا حاج، عشان نظبط الموضوع كويس، نقول ان ميسه بنتي خلفت بعد 7 أشهر. الله الله، ينور مخك. الله الله على دي فكرة. هي يا سعادة الباشا، انت كده تبقى عملت فيا معروف كبير قوي. لا انا مش هعمله بنفسي يا حاج، البركة في امها. هي بقى اللي هتقوم بالمهمة دي، هتقعد مع ميسة وتفطمها وتفهمها كل حاجة. والله عندك حق، ده احنا نسينا الست ميسة. على كل حال، اذا كنا قدمنا السبت مع الست ميسة، فاحنا هنقدم بقيه ايام الاسبوع مع الست ام ميسة. انا ساعتها هعمل لها هديه كبيره قوي. وانا كمان يا حاج بعد اذنك لمؤاخذه، يعني حته هديه من عندي ما حصلتش. واحنا لينا بركه غير ست ام ميسة مرات الاستاذ ابو شنب بيه؟ يا سلام. محتاجة قراوي كتابة. وعرفنا خلاص
سائقة